لجنة مشكلة في محافظة المثنى بمعية الأخوان في الأجهزة الأمنية ووزارة دائرة الزراعة وأيضا السعر. حقيقة اتخذنا جملة من القرارات، وهذه القرارات تقريبا أكثر من 12 قرار من شأنها حماية المنتج في محافظة المثنى، وكذلك حماية يعني خطتنا الزراعية. طلعنا أيضا على أسماء الخطة الزراعية وعلى مساحاتها وعلى أعدادها، وأيضا حتى يعني نخلص التهريب الذي يحصل سواء كان الداخل لمحافظة المثنى أو الخارج من محافظة المثنى. تعرفون جيدا أن هذا الموسم الحاصل كان موسم نوعي في محافظة المثنى، وبالتالي حرصنا من الآن أن نعقد هذه الاجتماعات. بداية الموسم والماضي رصدنا بعض الحالات من قبل الأجهزة الأمنية، فبذلك يعني اتخذنا القرارات. إن شاء الله نأمل أن يكون يعني موسم واعد في محافظة المثنى. Thank you.